أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم معانا في فقرتنا أنامل مصرية مبدعة. والنهاردة معانا فنانة تشكيلية الأولى على فنون جميلة بامتياز مع مرتبة الشرف، ومعاها بنتها واخدة منها وبتسقيها فنها. وبيسعدني ان يكون معايا النهارده فنانه تشكيليه الاستاذه لميا عمر مصممه حلي، والفنانه الصغيره لما ايمن. منورين. شكرا قوي. قولي لي ايه حكايتك، لان انا يعني لسه كنت بقول لحضرتك قبل ما نطلع الهوا ان الحلي موجود في كل حته، بس اللي يبقى ليه روح وملمس وبصمه بيبقوا قليلين يعني نوعا ما. فانا يعني انا سعيده، مش عارفه ابتدي معاكي بايه ولا ايه. ابتدي لي حضرتك وقولي لي رحلتك ابتدت ازاي. رحلتي انا الاول خريجه فنون جميله، امتياز مرتبه شرف، عارفه مع مرتبه الشرف يعني طبعا. فطبعا في دراسه، يعني الموهبه موجوده، بس البدايه يمكن كانت متاخر شويه. انا بدات تقريبا من 6 سنين الحلي، يعني ان انا اركز في صناعه الحلي. حبيت ان احنا نكون مختلفين. حبيت ان احنا مش نفضل نجيب الغرب او اي بلد يصدروا لنا ثقافتنا. احنا مصر ثريه جدا وعامره بثقافتنا وفنوننا، فيعني اعتقد ان احنا قادرين ان احنا اللي نفرض ثقافتنا على العالم. اتفق مع حضرتك تماما. مش لما حد يفرض ثقافته علينا. اتجهت فعلا اول حاجه لجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، وقلت لهم يا جماعه انا معايا راس مال وانا معايا موهبه وعايزه ابتدي مشروع. تمام. ابتدوا ادوني كورسات مجانيه طبعا على نفقه الدوله. ابتديت ادخل في المعارض بتاعه التراث. شافوا جدوى المشروع اللي حضرتك بتقدميه؟ طبعا. قدمت ورقي وقدمت دراسه الجدوى. وقدمت قطع، يعني نماذج. أجزاء نماذج من شغلي. ابتديت أدخل معهم معارض تراثنا، ابتديت أطلع معهم معارض برا مصر. ما شاء الله. يعني أنا كنت جاية تقريبا بقالي 10 أيام من معرض رانشو في جوهانسبرج في جنوب إفريقيا. هايل. كنت بمثل مصر أنا وتقريبا واحد بس من الحرف اليدوية والباقي صناعات صغيرة. والحمد لله أنا في المعرض ده حصلت على أفضل جناح في المعرض. ده شيء رائع ومشرف جدا. أحييكي لله. مبروك. وسيادة السفير أحمد الفضلي الله يبارك فيكي كرمني واداني شهادة بأن أنا أفضل جناح في المعرض. الحمد لله. وتستمر الرحلة. لا تستمر الرحلة، رحلة بدايتها مشرقة ومثمرة، وأكيد إن شاء الله اللي جاي أحلى وأحلى مع الله. كل النماذج الجميلة اللي حضرتك عاملاها. لكن تسمحي لي أتوقف عند لما الفنانة الصغيرة. قولي لي أنت إحساسك إيه وأنت عمالة تسمعي مامي وهي عمالة تقول وأنا وحصلنا على أفضل؟ فخورة بيها طبعاً، فخورة بيها جداً. جميل جدا. ايه اللي خلاكي، ايه اللي لفت نظرك عشان تبتدي تخشي وانت سنك صغنن، يعني انت في ثانيه اعدادي ما شاء الله. قولي لي ان انت يعني تبتدي تخشي في الموضوع ده. هو انا من بدري، من وانا صغيره قوي. وانا على اساس ان انت كبيره قوي دلوقتي. ماشي. من وانا صغيره قوي. من وانا مثلا 4 سنين او كده. ما شاء الله. وانا كنت دايما مع ماما في شغلها او كده. وبلس كمان ان هي يعني مامي من بدري، وهي برضو يعني حتى في البيت او كده، فهي دايما في لوح في البيت ودايما بتشتغل، حتى لو بتشتغل لنفسها يعني ما كانتش في الاول شرط قبل ما تبدا البيزنس بتاعها او كده. فهي كانت دايما بتشتغل في البيت وكده. كان بيلفت نظرك؟ قوي. بس فيعني مره بمره كنت بدات ادخل معاها وبدات اساعدها في حاجات وكده، لحد ما حسيت انه لا انا عايزه اللي هو يبقى ليا ان انا ابدا انا لوحدي. تبدأ لوحدك؟ ده شقاوة رسمي يعني. لا ده يعني مش ممكن كده. جرأة. لا بصي شفتي أبدأ لوحدي. لا هي كمان يعني واخدة لاين كمان مختلف عني، اللي هو يعني إيه، هي عرضة حاجات هي اللي عاملاها بإيدها، وبعدين قالت لي لا أنت، هي بتعدل عليا يعني أنت في، لا والله بتقولي في مرحلة عمرية مامي أنت مش بتخبيها. يعني أنا ما عنديش تعليق لغير إن أنا سعيدة إن أنا لاقي برضو إن في، على الرغم من إن اتفتحت لها السكة، لكن ابتدت تدخل بشخصيتها طبعًا وبصمتها. طبعا. فده شيء رائع طبعًا ومشرف جدا. جيل جديد، جيل مختلف. هرجع لك يا لمى عشان اعرف انت بتعملي ايه والشقاوه ووسع ويا مامي وما بتخبيش والكلام الكبير ده. قولي لي بقى، يعني كل قطعه من اللي قدامي تحفه لوحديها، بس انا هسالك على اللي انت لابساه ده، حضرتك اللي عاملاه؟ اهو. مش كده؟ اهو. ده افريقيا. افريقيا.
أنا افريقيا سافرت. عامله فيكي حاجه مأثره فيكي؟ انا سافرت مرتين جنوب افريقيا. كان مره مؤتمر بتاع التجاره البينيه مع سياده الوزيره نيفين جامع. وسافرت تاني مره في جوهانسبرج معرض رانشو، معرض دولي هناك برضو كان مشارك فيه كل دول افريقيا. يعني طبعا هم ليهم ثقافه مختلفه عننا. انا طبعا انا رحت بثقافتي ورحت بتراث بلدي، انا بمثل بلدي تمام، ورحت بالفن بتاعنا، وبقيت دايما حريصه ان انا اشرح لهم ده ايه، والفرعوني والفن الاسلامي والفن القبطي والفن الشعبي، وبقيت ان انا انشر الثقافه بتاعتنا هناك للي ما يعرفوهاش. جميل. واتأثرت طبعا، وجبتي معاكي برضو ثقافتهم هم وثقافتهم برضو ليها ملمسها طبعا، ليها أيوة. بصمتها الالوان طبعا، هم مغرمين بالالوان. والافريكان بقى بتوعهم، يعني يمكن انا لابسه طقم وعارضه طقم تاني على اورنج كده. أيوة. افريقي. شفت اللي هي هنا اللبسه بالتربون بتاعها بالكوليه اللي هي لابساه، رائع. يمكن انا مرجعت عملت الطقمين دول بالوانهم بثقافتهم هم. طب انا بصي، انا يعني عايزاكي يعني تقولي لي كل حاجه من دول تشرحها لي. اولا هرجع لك، يا لما انا مش هسكت على الشقاوه دي، هرجع لك. قولي لي بقى. اولا انا مش بحب، يعني دايما بحب اخرج عن التقليدي او الاشكال. هو باين قوي ان انت خارجه عن التقليدي. الاشكال اللي احنا دايما متعارف عليها او ان احنا دايما متعودين عليها. بخاطب طبعا الموضه. ماتيريال ده ذهب ولا نحاس؟ نحاس يدوي وبطلي ذهب. ايوه. بطلي بقى ذهب مط وذهب لامع وفضه وبلاتين. بدخل احجار، بدخل لولي طبيعي فيه، بحيث ان احنا يعني شويه يبقى مختلفين. الديزاين حضرتك بتعمليه من الالف للياء طبعا. التنفيذ هل بيبقى من خلال ورش النشر؟ انا عندي اتيليه كده صغير، لان انا واخده كورسات برضو في صياغه الحلي. فانا عندي اتيليه صغير انا بعمل فيه النشر والتجميع. في حاجات زي اللحام دي بتبقى لكن النشر اللي هو مثلا عمليات التفريغ للحاجات دي. ما شاء الله ما شاء الله. يعني بصي تسمحي لي بس، اللي هو جنب الافريكان ده اللي طبعًا. هو نازل منه لولي على جنب واحد. دي برضو فكرتها لطيفه مختلف. جدا ومختلفه. ما فيش سيمتريه بقى، يعني ما فيش خرجنا بره الشكل التقليدي بتاع الكوليه. حتى الحجم بتاعه ما فيش اللي هو ان هو نفس الباترن او نفس السيمتريه بالظبط. يعني بالظبط. ودي تبقى نازله كده فيها دليتين في الاخر. ده اخد من حضرتك وقت قد ايه؟ لا، في حاجات هو يعني اصعب مرحله لحد ما نطلع الموديل، بعد كده الدنيا بتبقى يعني لما بكرر منه بيبقى سهل. بس بحاول ارسم واظبط المقاس واعمل واجرب، لا مش حلو هنكبر شويه هنصغر شويه. يعني ممكن ياخد مني شهر. شهر. انا اصلا عشان اتفرج عليها هاخد شهر. يعني من جماله ما شاء الله. لما قولي لي بقى، احنا قلنا المامي معلش انا هنا ليه حاجتي بقى، وانتي ما بتخاطبيش وبتخاطبي والكلام الكبير اللي قلتيه ده، وليلي بقى انتي عملتي ايه؟ قوليلي بقى. يعني هو كان في كذا كولكشن. ايوه. و يعني بحس ان هي حاجات يعني اكتر عشان يعني مامي بتشتغل في الحاجات السن اكبر. ايوه. فحسيت ان إيه؟ يعني قصدك ايه؟ طبعا مش فاهمه. طيب معلينه. طيب ماشي. يعني ليديز. ماشي. انتي بقى للبنانيت والامارات اللي زيك الصغننين. جميل. قولي لي بقى، طب عملتي ايه؟ انا مش شايفه الـ بس يعني لو بيتعرض دلوقتي ابقى شايفاه. قولي لي بقى، اشرحي لي عملتي ايه. يعني هو في كذا كولكشن، في مثلا الحاجات الملونه هي دي، يعني ده ستونز. لو هتمسكيه بقى وريه واشرحه لنا كده للكاميرا اهو. ماشي. هي في الستونز دي. دي في الاول كنت بعملها بالروبر. كان بيبقى فيه زي رابر ملون. فكنت بعملها بالرابر ملون كترايل او محاولات في الاول عشان تشوفي الدنيا هتبقى ايه. بعديها حسيت انه الرابر بقى اللي هو يعني انتشر شويه. فبقيت عايزه اللي هو اغير بقى، فحبيت ان انا. لا، هي باين ان هي غيرت فعلا، يعني غيرت فعلا. هايل. وبعدين انت اللي عامله الديزاين ده؟ انهي ديزاين؟ انت اللي عامله له يعني الشكل بتاعته ده والمنظر ده والتصميم بتاعه ده انت اللي عاملاه. بس بس كان هي يعني حاجات صيفي والوانها كتير وكده. بس اسالك على السلسله اللي هي فوق دي، انت اللي عاملاها؟ لا ما تهرجيش، انت اللي عاملاها يا لما.
هي بتمسك مامي فين بقى؟ بتمسك التولز بتاعتي من وهي عندها 6 سنين ما شاء الله بجد. طب لا انا عايزه بس الكاميرا تشوف السلسله هتقول لكم يعني انا يعني انا مش ببالغ بس بصوا السلسله اللي لما والشقاوه اللي عاملاها لما في الموضوع ده. لا فعلا انت عاملاها اخدتي وقت قد ايه؟ يعني برضو بتاخد حبه يعني هي مش وقت معين على حسب الديزاين. طب اخبار الدراسه ايه يا لما؟ موجوده برضو الحمد موجوده لله. بخير يعني عارف موجوده ربنا يبارك فيها الحمد لله موجوده يعني ماشيين في الدراسه كويس ولا ايه؟ الحمد لله الحمد لله. طب جميل جميل يعني انت ممكن تبقي بعد كده يعني تدخلي فنون جميله ولا عايز تدخلي حاجه تاني ولا اه عايز ادخل فنون جميله قوي بجد. طب هايل يعني انا فعلا سعيده بيكي واتمنى لك ان ربنا يوفقك ويحفظك يا رب. نرجع تاني انا هديني بقى اللي نعرض بقى انا يعني عايزه يعني استاذه لميا تمسكي لي بقى حاجه من الحاجات دي وتشرحها لي كده لانك بتتكلمي عنهم بسلاسه بس يعني هم فعلا كل قطعه منهم محتاجه تفاصيل كتير قوي فاختاري اي قطعه اشرحها لي. احنا ممكن ابدا بدوت لان ده لسه جديد اللي هو ده تايجر ده تايجر هتاخديه ممكن تاخديه حضرتك تمسكيه في ايدك اللي هو اني واحد تايجر ده تايجر ده انا يعني مستوحى من التايجر الكاميرا هيبقى من التايجر ولعبه في الطيله بتاعه مط فلامع. ارجوكي راعي بقى المحجبات يبقى اعمليه اطول شويه. لا بيطول بيطول طب تمام عشان بس برضو يعني وحابه كمان الاسوره بتاعته يعني يمكن مختلفه شويه. هي مختلفه كتير الشيب بتاعها مش الشيب العادي يعني يمكن هي واخده ما شاء الله. لا جميله فده التايجر هنا بالكوليه الست كامله الحلق والاسوره والخاتم والكوليه تمام. حلو قوي جميل تسلم ايدك. طب انا في حاجه لافته نظري اللي هي على الخشب دي ايه ده؟ ده انا مستوحاه من العمود الايوني دي كانت اعمده يعني انت ما سبتيش حاجه في حالها يعني ما سبتيش عصر من عصور في حاله. ده العمود الايوني اللي هو كان بيبقى واخد الكيرف او اللفه كده فانا واخده نفس الزخارف دي عملت منها التعليقه الكبيره لما يبقى بنبقى لابسين ساده او لابسين شميز طويل يمكن الحاجات اللي طالعه موضه قوي أيوة الواسع والطويل فبنبقى محتاجين قلاده كبيره محتاجين اكسسوار حاجه تشد النظر او تبقى زي ما بنقول عليها بؤره النظر يعني لما بنبقى يعني تخطف العين تخطف العين بالظبط كده حاجه تشد العين او بؤره النظر. فطبعا انت لابسه ساده لابسه واسع لابسه لون واحد مثلا فمحتاجه قوي ان احنا نلبس حاجة مختلفة تشتغلي بمزاج يعني لازم يبقى ليكي مود لو مثلا أي ما الصبح كده مالكيش مزاج لا يمكن نفسي أعرف أشتغل ما تعرفيش تشتغل لا يمكن أعرف أمسك زرادية يعني لما ضايقتك كده ما تشتغليش استحالة أشتغل وأنا وخصوصا بقى مرحلة التصميم يعني أنا لازم أبقى في البيت لما بتضايقك ساعات يعني أحيانا. لما بتنكش في حاجتي بتجنن يعني في الأدوات بتاعتي وفي الحاجة بتاعتي أبقى شارية حاجة مثلا علشان أعمل بيها حاجة معينة أصحى الصبح هي بتجرب اصحى الصبح الاقي واخداها عامله بيها حاجات ليها هي يعني بتجرب انت يعني بعد فتره انت هتبقي محتاجه ان يبقى ليكي ادواتك انت عايزه تبقي بتاعتك انت انا من دلوقتي عايزه يبقى لي ادواتي يعني عايزه يبقى ليكي ادواتك عشان ما تجيش مامي بقى الصبح تلاقيه فين حاجتي فين ال بستخدمهم من قبل ما هي ما تجرب فيهم اصلا فعلا انا مش عارفه اقول لك ايه بس يعني جميل جميل. طيب يعني ايه النصيحه اللي ممكن تنصحيها لما لما تدخل مجال فيه منافسين كتير قوي بس عشان تبقى هي متفردة زي ما حضرتك متفردة في اللي بتقدميه؟ هو يعني هي انا مش دايما بقول لاولادي على الشغل بس انا دايما بقولهم في حياتكم الشخصيه في لبسكم في بيتكم في ذوق اي ست يعني انا بقدم النصيحه دي لاي ست حاولي دايما تبقي مختلفه ما تحاوليش تقلدي حد اتفرجي على كل يعني بتفرج على كل المصممات بتاعه الحلي سواء في مصر او بره مصر. حضرتك عندك ولاد قد ايه؟ انا عندي بنوته 24 سنه ما شاء الله ما شاء الله وعندي ولد 21 سنه. اخبار الولد ايه في ردود الافعال اتجاه الفن الحلي ده؟ لا بيبقى مبسوط يعني بيبقى مبسوط باللي انا بوصل له يعني الحمد لله بيبقى مبسوط باللي بتحققيه جدا ليه تعليقات زي لما الشقيه دي ولا لا يعني هم شويه اكاديميين يعني خارج الحته الفنيه مش موجوده عندهم قوي هي لما الوحيده يمكن
اللي ورثة الحتة الفنية مني. الأسرة بيبقى دورها إيه مع دعم الفنان؟ الفنان اللي هو المودي، لأن هو الوقت أنت ممكن تبقى شغلك تصميم معين، ممكن هو ده اللي شغلك طول اليوم فعلا، وعايزة تعملي إيه؟ بيعملوا ايه معاكي؟ لا بيسيبوني والله، بيسيبوني يبعدوا عنها الوقت، لان هي الوقت نقله اذاعه خارجيه بيسيبوني. لا لا بيسيبوني، يعني دايما يعني دايما انا ليا مساحه كده خاصه، يعني ليا ايه عالم بتاعي. احيانا كتير انا كل ما ابص فعلا ليكي العالم بتاعك، ليكي العالم بتاعك، ببقى منفصله شويه، يعني في مود كده بيجي لي بحس لازم ابقى مركزه قوي فيه مع نفسي، وخصوصا لو انا داخله معرض، لو انا هسافر، لو انا رايحه مؤتمر في اكتر من دوله، بحب ابقى دايما مركزه، لان انا بشوف ان انا ببقى واجهه للبلد، يعني انا بشوف ان انا ببقى واجهه لبلدي، فلازم بما ان البلد وثقت فيا وحطتني في المكان ده. بس انا اؤكد لحضرتك ان قد الثقه، لان فعلا متميزه. انا يعني فرحانه بيكم، سعيده جدا ان الاقي بنت بلدي وبنتها الجميلة ان هم فعلا متفردين. الحمد لله. وعايزة اعرف نصيحة، ودي حاجة مهمة جدا، ان الست لما بتقوم الصبح نازلة شغلها، رايحة عندها مناسبة، ازاي تقدر تختار؟ حضرتك هتقولي لي، والأمورة برضو لما هتقولي هي من وجهة نظرها للبنوتة الصغيرة تعمل ايه؟ انت رايحه شغلك الصبح، انت هتبقي لابسه حاجه بسيطه جدا، برضو مش هنلبس حاجات كتير، بس احنا ممكن نلبس قطعه مميزه، يعني تبقى حاجه مميزه. لو انا لابسه ساده هلبس حاجه طويله، الساده هيديني مساحه ان اقدر بالظبط. انا ممكن البس الوان، الصيف كمان بيحب الالوان، بيحب الاحجار، طالع موضه كمان الليرز، ان انا البس كذا حاجه فوق كده، بعض، حتى لو مفيش مش نفس السيمتريه يعني. لا 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 مش يعني نلبس ثلاثه فوق بعض، طالعين موضه قوي ان انا البس ثلاث حاجات فوق بعضها. لو انا لابسه حاجه ساده يستحسن ان انا البس حاجه، عندي بقى جولد، عندي سيلفر، عندي حاجه تكون ستيتمنت، اللي هي تبقى واضحه وباينه وجميله، وملبس اربع قطع، يعني انا اخري ثلاث قطع في الاكسسوار. هدي نصيحه مهمه. لما عايزه تقولي حاجه عادي ممكن اقول. اختاري قولي بقى ان انت تحبي البنات اللي هم رايحين بقى المدرسه، المدرسه طبعا مفيش كلام ده، قصدي رايحين الجامعه بقى اللي هم اكبر شويه، يلبسوا حاجات مبهجه زي اللي انت عاملاها. يعني على حسب، لو مثلا في الصيف فهتبقى حاجات سامري اكتر، فممكن الوان بقى، حاجات ليج فوق بعض. لو حاجه ساده بتبقى الليج عليها حلوه، مثلا لو اسود ساده، حاجات كده. انا سعيده بيكم، بتمنى لكم كل التوفيق. انا فعلا النهارده كنت في صحبه يعني متميزات ومبدعات، وبشكر الفنانه التشكيليه لمياء عمر، مصممه حلي، وكمان الفنانه الصغيره لمى ايمن. شكرا ليكم، نورتوني.